السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى حضراتكم تكونوا بألف خير وانتم بتشوفوا الفيديو النهاردة. فيديو النهاردة هكمل كلامي على البابيزيوزيس وهتكلم على التريتمنت والفاكسينيشن وازاي نعمل إراديكيشن للتكس وهتكلم على المواد الفعالة في التريتمنت. هقسم التريتمنت عندي لميديكال وسبورتر. أول مادة فعالة عندي اللي هي الإيميدوكارب أو الإيميزول، ده الدراج أوف تشويس في حالة البابيزيوزيس والأنابلازموزيس. ده بيتحقن سبكت او انتراماسكولار. ده عبارة عن باراسمباسو مايماتيك. جرعته في الكاتاليست ثيرابيوتيك دوز عندي سنتي للميت كيلو، اما البروفلاكتيك دوز 2 لـ 2.5 سنتي للميت كيلو. المادة الفعالة هنا بتفضل في الدم لمدة 4 لـ 6 اسابيع، فبتعمل لي بروتكشن من الديزيز. في الاكواين الجرعة عندي بتكون 2 سنتي للميت كيلو عضل. الادفانتج بتاعته ان هو بيكون فيري بوتنت وان هو امن. الديس ادفانتج بتاعته ان هو حقن وريد توكسيك وليه سايد افكت ان هو بيعمل لي زيادة الجرعة بتعمل لي توكسيسيتي وكوف ومسل تريمرز. الاكيوت انفكشن بندي نص الجرعة عشان خاطر نتجنب الانترافاسكولار هيموليسيس. النقطة التانية برضو ان الجرعة كاملة هتعمل لي كومبليت سترلايزيشن للبارازايت، هتموتي كل البابزيا. احنا هندي انكمبليت دوز عشان خاطر يفضل لي ريزيديو من البارازايت الجسم يكون ضده مناعة. هنا هيديني حاجة اسمها البريميونيشن، هتديني مناعة لمدة 6 شهور. يعني الافضل ان انا ادي الدواء ما يموتش كل البابيزيا عشان خاطر يفضل جزء منه يطلع الجسم بسببه انتي بوديز عشان لو حصلت انفكشن تاني يلاقي مناعة ضده، وهي دي حاجة اسمها البريميونيشن. تاني مادة فعالة عندي هي البرينيل اللي هي دايمينازين اسيتيوريت. ده برضو باراسمباسو مايميتك. الجرعة بتاعته بتكون هو فايل جرام 5 من 100، بيتحط عليه 12.5 مية بيتدوب، بيكون ل 300 كيلو. بيتاخد دي بانتراماسكولار بجرعة 0.5 سنتي للميت كيلو، ومحقنش في نفس المكان اكتر من 10 سنتي عشان خاطر هو ايريتنت. الادفانتج بتاعت المادة الفعالة دي ان هي ملهاش وزدروال تايم، وان هي بتعمل لي انكمبليت سترلايزيشن اللي هي برضو بيؤدي لي البريميونيشن اللي لسه قايلينها. بس مشكلته برضو ان هو باراسمباسو مايميتك ستيمولانت، يعني بيعمل لي سلايفيشن كاف ماسل تريمورز. ثالث مادة فعالة عندي لأكابرين، ده بيكون 5% سوليوشن، جرعته سنتي لـ50 كيلو سبكت، بيتحقن في التيل فولد او الديولاب. اكتر جرعة ليه بتكون 6 سنتي، ولو اضطريت لستة سنتي بتتقسم على مرتين بينهم 12 ساعة. المادة الفعالة دي برضو باراسمباسو مايميتك ستيمولانت، فلازم ادي عشان اتجنب السايد افكتس بتاعتها ادي ادرينالين او ادي اتروبين. اتروبين بجرعة سنتي للـ100 كيلو، والادرينالين بجرعة 5 لـ10 سنتي للحيوان. بعد كده السبورتيف تريتمنت بدي انتي انفلاماتوري دراج، بدي هيماتينكس زي الانتوبليكس، بدي فيتامين زي الاي دي 3 اي والمالتي فيتامينز، بدي فلويد ثيرابي، وبدي حاجه للرومن بيكا هيبار، واخر حاجه عندي البلاد ترانسفيوجن. بدي 7 مللي هيبارينايزد بلاد لكل كيلو وزن وريد مره واحده. الهيبارين هنا بيتاخد بجرعه 1/10 مللي سوليوشن 1% لكل 5 مللي بلاد. بعد كده هنتكلم على الكنترول اللي كان جزء من اجزائه ان انا اعالج الحيوان المصاب، ولسه متكلمين على علاج. بما ان في حالة انفكتد عندي فانا لازم ادي لكل الحيوانات اللي موجودة في المزرعة جرعة وقائية ضد البابيزيا. بعد كده في الكنترول من اهم واصعب الخطوات ان انا اعمل ايراديكيشن للتكس، وده صعب لانه هاي كوست وديفيكولت ان انا احرك الحيوانات عشان اعمل لها ديبنج. بستخدم اورجانو فوسفورس كومباوند زي البايتوكس، وبيتكرر خلال 10 ايام. بعمل انجكشن لمواد تموت التكس زي الايفرمكتين، وبرضه بيتكرر بعد 10 ايام. اتجنب استخدام السرنجات الملوثه او السيرجيكال انسترومنت الملوثه. اخر جزء عندي هو الفاكسينيشن، بس مش بيستخدم قوي، في لايف وفي كيلد. اللايف ده عبارة عن السترينز من البوفز والبيجمينيا لايف اتنويتد. مشكلته ان هو ليه سيفير رياكشن على الادلت كاتل، ان هو هاي كوست. يعني نوع عندي الكيلد بس دوت مش سفشنت، غير كافي ان هو يسد ضد البابيزيوزيس. تالت نوع عندي الساب يونت فاكسين، ده بياخده الجزء المسؤول عن الاميونيتي من البارازايت اللي هي الميروزويتس من البوفز والبيجمينيا، وبيعملوا منها الفاكسين.
بس كده، اسف على الاطاله، ويكون الفيديو خلاص، واتمنى تكونوا استفدتم، وجزاكم الله كل خير.